الملعب علي حرم، عالية إلى الأسود، كمين ترتد من أحمد إبراهيم، حسين بالخطأ تعود إلى عبد الوهاب المالود، قصيرة مقطوعة الكرة إلى إبراهيم بايش، إبراهيم وعرقلة واضحة، ركلة حرة لمنتخبنا الوطني، إبراهيم شارك في جميع المباريات، عنصر مهم أصبح بالمنتخب العراقي بالنسبة للمدرب ستريش كوكاتانيش، شوف حجز واضح من اللاعب علي حرم. علي حرم 4 مباريات دولية، مباراة الدولية 5 دولية من عام 2016، مثل الرفاع المنامة الحالة والهلال. كرة تعود إلى صفاء، لحد الآن الحذر واضح بأداء المنتخبين، منتخبنا أكثر استحواذ، أكثر انتشار، أكثر وصول للمرمى، لكن لم نشهد أي خطورة تذكر من المنتخبين على المرمى. ركنية الآن، هذا هو اللاعب علي حرم، يسجل أول. شوف الخطأ الدفاعي، شوف 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 الخطأ الدفاعي القادم، شوف 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 شوف، 1-2 مررها لاعب خالي من الرقابة بشكل مستريح، يسدد الكرة إلى داخل. شوف يعني المفروض هنا مهدي كامل يرجع، المفروض هنا مهدي كامل أقرب لهذا اللاعب، يسند اللاعب على أمهاوي، على دخل العمق، المفروض مهدي كامل قريب من هذا اللاعب، لاعب يلعب بشكل مستريح ويسجل أول أهداف المباراة لمنتخب البحرين الشقيق بالدقيقة 39 من عمر المباراة. الهدف رقم 27 في تاريخ البحرين يسجل في مرمى المنتخب. أول فوز البحرين في تاريخه على العراق كان كرة مخطوعة.